من اليوم التالي نقرأ أمريكا تحث الحكومة الانتقالية على الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي. جددت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيد دعمها للسودان في مسيرته نحو الانتقال الديمقراطي. وحثت السفارة الأمريكية بالخرطوم في تغريدة لها على تويتر الحكومة السودانية على الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي، كما هنأت خلالها الشعب السوداني على مرور عام من توقيع الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية. أستاذ عبد الرحمن، كيف تقرأ توقيت الطلب الأمريكي الآن؟ طبعا الطلب الأمريكي في غير محله. لماذا؟ لأنه يطلب من الحكومة السودانية المسارعة بتشكيل المجلس التشريعي، وأنت تعلم أن المجلس التشريعي تشكيله ليس بيد حمدوك، وإنما بيد الحاضنة السياسية قوى الحرية والتغيير. وأنت تعلم كذلك أن قوى الحرية والتغيير لم تعد على قلب رجل واحد، أصبحت هواها موزع. وأنت تعلم كذلك أنهم باتوا ينسحبون واحدا تلو الآخر. انسحب في أول مرة حزب الأمة بثقله السياسي، واليوم ينسحب أمس حزب الاتحاد الموحد من الحاضنة السياسية. أنت تعلم كذلك أن نسب تشكيل هذا المجلس التشريعي غير متفق عليها، ومن ثم لن يتفقوا على المرشحين. ولعل ذلك هم ربما يحملون الجبهة الثورية والحركات المسلحة لأنها كانت وراء تأخر تشكيل المجلس التشريعي، ربما كان هذا واحد من الأسباب. لكن السبب الأساسي أنهم لن يتفقوا على نسب التشكيل ولا على توزيع المقاعد. لماذا لم يتفقوا برأيك؟ هو التنافس السياسي المقيت ومحاولة الاستئسار. طيب المجلس التشريعي يعني يتصدر أيضا كذلك مطالب المقاومة واللجان والشارع، ما الذي يعرقل تنفيذ هذا المطلب حاليا؟ الذي يعرقله عدم اتفاق قوى الحرية والتغيير على توزيع المقاعد هذا المجلس التشريعي، والذي كان قد أخره من قبل كذلك اعتراض الحركات المسلحة على تشكيله. وأهمية هذا المجلس التشريعي الذي تصر عليه لجان المقاومة، أخي، الميزانية المعدلة التي أجازها اجتماع مشترك للسيادة ومجلس الوزراء بأرقامها المخيفة وبتعديلاتها وبإيرادات تعجز بنسبة 42% وبرفع دعم يبلغ 75% عن الوقود وبرفع دعم عن الكهرباء يبلغ 41%، لو كان هناك مجلس تشريعي يمثل الشارع السوداني لما وافق على هكذا. طيب يعني في ذات الموضوع، يعني كيف يمكن لمجلس تشريعي أن يمثل الشارع السوداني عملية الاتفاق على هذا المجلس برأيك، ما بين مطالب الشارع ومطالب السياسة والحاضنة السياسية الموجودة؟ أن نحن الآن في مرحلة انتقالية، ولأننا ارتضينا قوى الحرية والتغيير أن تكون هي الحاضنة السياسية، ولأن الوثيقة الدستورية نصت على أن المجلس التشريعي يشكله كذلك قوى الحرية والتغيير، وآخرون يرشحهم العسكريون. هذا هو الذي ارتضيناه، وهذه هي المعادلة التي قبلنا بها. لكن كيف لنا باتفاق الساسة على هكذا معادلة وعلى توزيع الأنصبة؟ طيب يعني في نقطة أخرى، كثيرون يحملون الحركات المسلحة مسؤولية عدم تنفيذ كثير من مطالب الثورة، هل بالفعل تتحمل الحركات هذه المسؤولية وربما تأخر ملف السلام وأيضا كذلك المجلس التشريعي؟ يعني أنا تقديري طبعا تراخي الحركة السياسية وتراخي الحاضنة في تحالف قوى الحرية والتغيير، ولأنها بالأصل غير متفقة حتى الحد الأدنى لم يعودوا يتفقون عليه، هو عجزهم في أن يشكلوا المجلس. ربما حملوا هذا العجز للجبهة الثورية، وإن كانت هي تتحمل بعض التأخير في التشكيل، لكن عجز تحالف قوى الحرية والتغيير هو الذي أفضى بنا إلى هذه المرحلة. يعني في الخبر هنالك نقطة هنأت من خلالها السفارة الأمريكية الشعب السوداني على مرور عام من توقيع الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، هل هي تهنئة أم تذكير بأنه قد مر عام على هذه الوثيقة الدستورية؟ بالتأكيد هي أقرب إلى التذكير، أنكم منذ أن وقعتم هذه الوثيقة في 17 أغسطس من العام 2019، واليوم بعد مرور عام وحين جرد الحساب، فإنكم أخفقتم في كثير من الذي كان يمكن أن ينجز. طبعا عثمان مرغن يتحدث ويقول في واحد من مقالاته باشمهندس أنه حين لقائي بعدد من قوى الحرية والتغيير أنهم غير حريصين على تشكيل المجلس التشريعي حتى لا ينازعهم السلطات والصلاحيات، وأنه خير لهم أن ينفردوا بالسلطة وبالصلاحية وبالتشريع بدلا من أن يأتي مجلس ويقف في مواجهتهم وقبالتهم. طبعا هذا حديث يحتاج إلى فحص، ومن الذي قال بهذا، وهل يملك الثقل والوزن في أن يؤخر وأن يؤجل تشكيل المجلس التشريعي؟ يعني بالعودة إلى نقطة التهنئة للولايات المتحدة على مرور عام من توقيع الوثيقة الدستورية، بدل أن تهنئ، لم يكن إزالة اسم السودان من القائمة الدول الراعية للإرهاب أفضل
ودعم السودان في هذه الظروف الصعبة؟ أنت تعلم طبعاً الإدارة الأمريكية هي التي هنّت، والإدارة الأمريكية ليست هي التي وضعت اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإنما هو الكونغرس الأمريكي. طبعاً الإدارة أن تقترح على الكونغرس، لكن الكونغرس هو الذي يصدر التشريع برفع اسم السودان من القائمة. وأنت تعلم الآن هناك مطلوبات أمريكية من الإدارة أن يصل السودان إلى تسوية مع ضحايا تفجيرات سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام. من بعد ذلك يمكن أن يرفع اسم السودان. ربما السيد ناجي تيبور قال مساعد وزير القرية الأمريكي أننا سنحتفل احتفالا كبيرا حين يرفع اسم السودان. قلت لهم عليهم أن يرفعوا الاسم وعلينا نحن الاحتفال.